إذا المشاهدين الكرام أكيد مكملين وياكم، وطبعا شكرا لزميلنا علي عدنان على هذا التقرير اللي عدلنا إياه بخليجي 25 من محافظة البصرة، وتحياتنا لكل أهالينا بمحافظة البصرة الفيحاء. وصلنا إياكم لمحور جدا مهم، ودائما إحنا نقول ماكو مشكلة ما إلها حل، ما إلها حل، والحلول دائما تكون من الدكتور كريم الترابي. إحنا اليوم رح نتطرق لموضوع يمكن كلش مهم بحياتنا اليومية اللي هي الصحة العامة، صحتنا وشلون تأثر علينا بحياتنا اليومية. وإحنا يمكن اليوم الصحة هي تاج على رؤوس الأصحاء، وهواي ناس تهمل صحتها وتهمل حياتها بشكل جدا كبير، وبالتالي يكون تأثيرها سلبي، يعني الأمور تكون عكسية على صحة الإنسان. والصحة طبعا الجسد والنفس هي من أهم الأمور اللي تحاسبنا يوم الحساب، لأنه مثل ما نعرف كليتنا أنه النفس أمانة من رب العالمين اللي وهبها لنا، فلازم نحافظ عليها، لازم نهتم بيها. وهواية ناس اليوم تهمل صحتها وتهمل نفسها. فبكل هذه الأحاديث وكل هذه التفاصيل نبدأ بالصحة وننتهي بيها، وهذا أهم شيء للأمانة. أكيد مع فقرتنا اللي هي كل مشكلة وإلها حل مع الدكتور كريم الترابي، وراح نعرف كل التفاصيل اللي تخص الصحة النفسية أكيد والصحة الجسدية ومدى تأثيرها على حياتنا. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير دكتور. صباح الورد. صباح الورد وصباح الصحة والعافية عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرشيد الفضائية أينما كانوا. للجميع يا رب. إن شاء الله للجميع. دكتور إحنا اليوم يمكن هواية ناس تهمل صحتها، وإحنا نعرف أنه الصحة يمكن هواية اليوم ناس، وأتمنى حتى المشاهدين دي يشاهدونا اليوم اللي عنده مشكلة بموضوع الصحة، يمكن اليوم حتى بالعلاج البعض من عندهم ماكو أي نتيجة. فيمكن الغذاء، يمكن الروتين اليومي، الدعم المعنوي اللي يكون لكل شخص هو اللي ينطي الطاقة وينطي هذه الصحة. فش قد اليوم الصحة بحياتنا تأثر علينا تأثير كبير أو تأثير جدا بسيط؟ طيب قبل لا ندخل بكل التفاصيل، خلي جي نعرف أول مرة شنو هي الصحة حتى تكون يعني الصورة واضحة. الصحة طبعا تعرفت في سنة 1946 بتوقيع 61 دولة. نعم. عرفوا الصحة بأنه هي حالة من المعافاة نفسيا وجسديا واجتماعيا، لا مجرد انتفاء المرض. نعم. يعني اليوم نتكلم عن معافاة وسلامة، ليست مجرد وجود، يعني عدم وجود المرض. على هذا الأساس طبعا الطبيب والمختص ترافيس سوى شنو عنده؟ سوى، أنا حضرت في شيء، سوى عنده في الجدول كلش مهم. جدول اسمه illness wellness continuum اللي هي يعني متلازمة المرض والصحة. نعم. اللي عرضه قدام حضراتكم بهذا الشكل تشوفون. أي نعم. متلازمة الصحة والمرض. نعم. في هذا الجانب اللي تشوفوه، هذا الجانب هذا يسموه أقصى اليسار اللي هو يعني الموت المبكر. نعم. اللي في أقصى اليسار اللي هو premature death، وأقصى اليمين اللي هو high level wellness اللي هو أعلى درجات الصحة. تشوفوا شاهدين الكرام. نعم. طيب لما الإنسان يتمرض من تتمرض الإنسان، يعني لما يصير هنا طبعا تبدي درجات المرض هنا، وهنا درجات العافية، هنا درجات المرض. من يتمرض يوصل إلى من يتعالج المريض ما يروح على العافية، لا يصير على النشرال، يعني على الخط الوسطي، يعني اللي هو عدم وجود المرض اللي يصير بالنص. شوف هذا الجدول مهم طبعا جدا. اللي اريد اقوله نعم بانه هذا الجدول طبعا عبر هذا الجدول يعني نقدر نشتغل ونقدر نطور صحتنا ونطور عافيتنا. اليوم الموضوع الصحة يعني موضوع مهم جدا، يشمل الصغير والكبير. صح. والكهل يشمل الجميع طبعا. الصحة تشمل الصحة البدنية، الصحة النفسية أكيد، الصحة الاجتماعية بطبيعة الحال. يعني احنا لما نتكلم اليوم على الصحة النفسية يعني تجيني عشرات الرسائل، عشرات، أكرر وأقول عشرات، عن الناس تعبانين نفسيا، عن الناس
عندهم خوف، الناس عندهم رهاب، الناس عندها عدم الثقه بالنفس. صح. هذا عنك عن البدنيه، ناس تتصل بي مثل مثلا انا شو اسوي اذا ارتفع عندي السكر او اذا ارتفع عندي الضغط او اذا احس بانه انا عندي بدانه يعني وزني كثير يعني زاد عن الحد المطلوب. نعم. فكل هذه المسائل، كل هذه المسائل طبعا تتعلق في موضوعنا اليوم اللي هو يشمل الصحه والعافيه، ومثل ما تطرقت انت مصطفى اللي نعم. تشمل وحتى هو موضوعنا اليوم الحاله البدنيه والنفسيه والاجتماعيه. عندك سؤال مصطفى؟ نعم. يعني دكتور اكو نقطه كلش مهمه. نعم. هي سلسله مترابطه اليوم، الصحه النفسيه والصحه البدنيه والاجتماعيه هي كلها مترابطه، اذا جهه مستقره ممكن احنا نعالج ونخلي الجهه الثانيه مستقره. اول نقطه عندنا احنا شلون نقدر نحافظ على الصحه النفسيه مالتنا، حتى بالتالي اذا احنا يعني وهذا شيء اساسي، اذا احنا حافظنا على الصحه النفسيه ممكن نحاول نحافظ على الصحه البدنيه. الصحه النفسيه مهمه جدا، الصحه النفسيه انا اعتبرها بانه الاساس يعني حتى في مزاجياتنا وفي تعاملنا وعلاقاتنا مع الاخرين. يعني نتكلم اليوم افتحوا مواقع التواصل، افتحوا مواقع التواصل، كل احنا عندنا مواقع التواصل من فيسبوك وما الى ذلك، اكثر شيء فيسبوك. وشوفوا شوفوا التعازي، كم الهائل من التعازي موجود على الفيسبوك. انا دائما اقولها يعني منصه الفيسبوك تحولت الى منصه تعازي للناس. صح. هذا الواقع اللي نقوله اليوم. صح. كل هذه الامور تاثر على نفسيتي. يعني لما تشوف هي مو بس تعازي، ينقل لك الحوادث، ينقل لك الاجران، ينقل لك قلة من يكتبون عن العلم، عن التوجيه، عن النصح، ينشر شغلات حلوة على مواقع التواصل. حتى الواحد لما يقعد الصبح يشوف رسالة تجي له، يدخل على مواقع التواصل يشوف شكو ماكو، ينصدم من هذا الوضع. بدل ما ينصدم يا أخي أبث في نفس الفرح، أبث في نفس الأمل، الضحكة، الابتسامة. هو ما يدفع الثمن، لما يدفع الثمن كله تدفع الثمن من هذه الاخبار المزعجه وهذه الاخبار التعيسه. ليش تروح تدور الاخبار المزعجه؟ انا يعني اتساءل يعني ما هو السبب اللي يدعوك اللي انه تروح تبحث عن الاخبار المزعجه؟ ادور الاخبار الجميله. فالصحه النفسيه تعتمد الابتعاد عن الاخبار المزعجه. نعم. طيب البحث عن الاخبار الايجابيه، يعني البحث عن كل شيء يسعدني ما يسعدني دينيا، ما يسعدني اجتماعيا، كل شيء يسعدني اروح ابحث عنه. القراءه. نعم. الرياضه، كلها تصب هذا في مجال الصحه النفسيه، كلها تخدم الصحه النفسيه. التفكير السلبي، كيف انا اتجاوز التفكير السلبي؟ اذا ان شاء الله صار عندنا وقت ناخذ كم تمرين شويه على التفكير السلبي، لانه يعني كثير من الناس تعاني هذه المشكله. نعم. صح. التفكير السلبي، بدل ما اروح افكر سلبي، يعني انت فكر وفكر، اروح افكر ايجابي. صحيح. دماغك تعبان تعبان، عقلك تعبان تعبان، وبي تجي آلاف الأفكار يومياً. صح. فأنت وظفها يا أخي العزيز. دكتور هذا مو مرتبط بهذا، يعني عذر المقاطعة، هذا مو مرتبط بجانب ثاني اللي هو ممكن الواقع اللي دا يعيشه هو يخاف يحلم، يخاف يفكر بأشياء إيجابية، وبالتالي هو عايش واقع سلبي. هنا هذا ممكن مرتبط بالصحة الاجتماعية. أهلا، إحنا اللي نريد نقوله، أنا دائماً أقوله حتى في محاضراتي إذا متابعتني أو مشاهدين الكرام إذا متابعيني، ما نركز بسعادتنا، ما نركز على العالم الخارجي. أكبر خطأ نرتكبه بالتركيز بسعادتنا على العالم الخارجي. السعادة دائماً هي سعادة داخلية، سواء العالم صار بي شيس، سواء وقع الصاروخ الصيني مدري وين، ما يهمني يعني I don't care. اللي يهمني بانه انا صح يعاني انا نفسي، يعني انا سعادتي تعتمد على ما احمله في داخلي من مفاهيم، من صوره صحيحه، من صبر، من تفاني، من عمل، من اخلاص، من محبه، من حب، تعتمد علي، ما تعتمد على العالم الخارجي. نعم. لانه اذا 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 تعتمد صورتي على، اذا سعادتي تعتمد على العالم الخارجي، اذا اشوفه يعني قدام. صح. السعادة تعتمد على ما موجود عندك داخليا. طيب نجي على الصحة البدنية، يعني الصحة البدنية اليوم احنا يعني حدث ولا حرج، يعني الناس تاكل 11-12 بالليل فعلا. صح. هسه بغض النظر والله رمضان يعني شهر يجينا بالسنة، شهر يعني ينتهي خير وسلام.
هنا شلون هنا دكتور دكتور هنا شلون يكون تعامل الناس مع صحة الغذاء؟ يعني احنا حكينا عن الصحة الجسدية والصحة النفسية، الصحة الغذائية اعتقد يمكن هي مرتبطة حتى بالنفسية والجسدية. هنا شلون يقدر يكون تعامل الانسان مع الصحة الغذائية، او نقدر نوجه له فالتمارين ممكن او اشياء خاصة بغذائية يقدر بها يحافظ على صحته؟ يا سيدي الكريم، يعني قبل الغذاء تاخذ الاوقات الطعام عند الناس. يعني احنا سواني اجي للعراق مثلا، الناس تتعشى بالعشرة و11 بالليل. تعشى عشاء ثقيل، يعني مو شقه لا يشقه، يعني من كباب ممكن وجبات سريعه اللي هي لها تاثير يعني اسوء من الاكل يعني اللي بالبيت. ممكن وجبات سريعه، انت اول مره خلينا نشوف الاوقات اللي جاي ناكل فيها يا موضوعين، لانه هذا الاكل المتاخر هذا يدمر الدماغ. صح، اكو ناس اعرفها تاكل بالليل، يعني تشريب مال باقله. يا ريت ما قلنا توصل الى دكتور يعني عرقي. يمكن مشاهد الكريم يعني مشاهدي الكريم نتكلم على باكر راح يضرب اليمي دكتور. هذه حرب نفسيه يعني، هو دا يقصدني يعني، بس مو مشكله. هسه احنا فتره رمضان دكتور، عندي سؤال كلش مهم، اللي هو هذا حاله موجوده من الناس اللي اني اعرفهم، واريد طبعا اكيد منك يعني اكيد كل مشكله ولها حل يمك. هذه الحالة انه هي تعاني من ظروف نفسية خاصة بالبيت، انه هي متزوجة وعايشة ويا اهل زوجها، وبالتالي المكان كلش صغير، وصار عندها اطفال، انه صار عندها 4 اطفال، بس بهذه الفترة انه هي بسبب الضغط النفسي وبسبب انه هي ما عايشة خلينا نقول بيت ومنعزلة بحياة مستقرة تماما، اللي صار وياها انه هي بلشت تاكل، وزنها من 75 صعد ل 140. وهي تنقهر تاكل. بالضبط، هي من تنقهر تاكل، وهي مدى تقدر تتخلص من هذه العادة انه بسبب الظروف النفسية والاجتماعية اللي هي عايشتها تطلع حرقتها بالاكل، بالتالي انه هي يعني من تتوقف عن الاكل ولو 5 ساعات 4 ساعات اللي يصير عندها يصير انه كانه انهيار، انه انا مدى اقدر يعني اوقف اكل، يعني تضوج دايركت تروح للثلاجه وتاكل اكل ثقيل قوي. هذه شنو الحل لها؟ الحل بانه ابدل الفكره، لانه اليوم احنا افكارنا هي اللي تصنع واقعنا. افكارنا هي اللي تصنع واقعنا. يعني اليوم انا لما اجي افكر بمشكله معينه تصير عندي طاقه، يعني اريد الاقي صوره حل لهذه المشكله. بما انه ما عندي صوره حل، فشنو فتصير عندي طاقه كبيره اذا افرغها. وين افرغها؟ بعض المسؤولين راح يطلعها بالاكل. وين يطلعها بالاكل؟ المشاهد الكريم راح اعطيه كل واحد راح اعطيه طريقه جدا مهمه. حتى على الهواء مباشره. تمام. نعم. لانه كل واحد تيجي براسه فكره الاكل، خلي يطبق هذا التمرين. تمام. انه تقعد بال يعني على الارض، تترفع تقعد على الارض، ومن ثم عينك وانت تفكر بالاكل، عينك تطوع بهذا الشكل، يعني عينك تطوع لفوق، تطوع على هامتك. يمكن وضحت. نعم وضحت. نعم شبابنا. تمام. يعني انا مثلا اجتني فكره الاكل، قبل لا اروح افتح الثلاجه واطلع لي فت 4-5 صمونات واتوكل، لا، اتانى شويه، ابعد هاي القعده. كلش بسيط التمرين، واباوع لي فوق، يعني اباوع على الهامه مالتي للحظات، يعني لحظات معينه تشوف عندك راح تنزل مباشره رغبه الاكل بشكل كبير. هاي اذا ما قدرت انت تسيطر على افكارك، اذا كانت افكارك قهريه، يعني اذا كنت انت الفكره مالتك تجبرك انه لازم تروح تاكل ما بيها مجال، فانت انصحك بانه تقعد على الارض مره ثالثه وتطلع لي فوق يعني اقل دقيقه، يعني اللي حتى العين لا تتعب، يعني 30 ثانيه 20 ثانيه كل واحد ما قصرته، وبعدين نزل عينك راح تخف عندك ايضا يعني شهيه الطعام، وراح تتجاوز هذه المساله. النقطه الاخرى بانه انت قبل تروح تاكل اشرب ماء، يعني دائما اركز على الاكل على الماء، اشرب يعني كاسين ماء
وبعدين اروح اذا تاكل اكل، بس تاكل بشكل معقول، تاكل بشكل معقول. نرجع على السيده حتى اخدميها اللي قلتي عليها هاله، نعم. لانه هذه السيده، هذه السيده بانه انصحها بان تطبق هذا التمرين، تسيطر على افكارها القهريه، تسيطر على افكارها القهريه بحيث تضبط شويه نفسها عن يعني عن عن ان تجاري شهيتها، تضبط شويه نفسها، تطبق هذا التمرين، تشرب مي، الحاله راح تتحسن. المساله الاخرى اللي اود ان اقولها بانه احنا اساسا طبيعه اكلنا في العراق كارثيه، لانه تنتفع عندنا الخضروات والفاكهه. يعني صح. تركيزنا اليوم، كل تركيزنا الأكل على الدسم، على الخبز، على اللحوم، على النشويات، كل اكلنا بهذا الشكل. يعني حتى احنا مثلا من روح خطار يجيب لك كاسه السلطه بهذا الشكل، قليله جدا. صح، قليله جدا. صح. يعكس المسألة جملة وتفصيلا. مركز أكثر، يمكن مركز أكثر على البرياني، ومركز أكثر على تفاصيل هواية تكون دسمة أكثر. صح. من الأشياء المفيدة. اللي أريد أقوله بأنه اليوم إحنا طبيعة أكلنا خاطئة جدا. صح. طبيعة أكلنا، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بأنه تقلل من اللقيمات، طيب، وتخلي مجال معك للمي والاكل وايضا التنفس حتى تقدر تتنفس. هاي مهمه جدا. اكرر واقول بانه اليوم احنا يعني اكلنا يعتمد بشكل كبير جدا على الرز وعلى الخبز وعلى النشويات وعلى الحلويات وما الى ذلك، نسينا تماما الخضروات. هي العكس، بانه انت لازم تاكل طبق يعني لا باس به من الـ من الـ من, من الطرف، يعني تاكل لك طبق يعني تحس بنفسك يعني تغذيت بالبروتينات الكافيه للجسم. طبعا ومن ثم انت راح تحس اوتوماتيكيا بانه انت بدل ما تاكل مثلا صحن تمن، يعني راح يصير عندك نص، تقوم تاكل نص شويه من يعني تاكل نص مباشره من النص. ليش؟ انه انت راح تدخل السلطه في معدتك، راح تاخذ مجال. طيب، اضافه الى هذا اكو نقطه مهمه جدا. نعم. بانه انت لا تقوم وانت شبعان، يعني قوم من السفره وانت لا زلت تشتهي الاكل. نقطة جدا مهمة، لأنه خصوصا في رمضان اليوم احنا من نقوم من السفرة ما يقدر يتحرك. صح، نهاية العالم يا أخي، على كيفك، على كيفك. أنت حتى لو تجوع أثناء النهار ساكت، يعني لأنه يبدي جسمك يتنظف من الزيارات، لأنه تبدي الخلايا المستهلكة، الخلايا تبدي تتجدد. ليش؟ أنه تبتلعها المكانس اللي في الجسم اللي احنا نسميها، اللي تروح تدور حتى يصير عندك الجسم فيه طاقه، بس تبدي تضبط جسمك، ترتاح جوع وكل شويه. ليش يعني تاكل بحيث لا تقدر تقوم وتروح بعدين مباشره تروح تنام وتضرب وراها؟ طيب دكتور اذا تسمح لي دكتور، يمكن هسه اغلب اللي يشاهدنا يعني مو الكل يمكن عندهم هذه التامل انه يقعد وعنده انه يقعد يخلي عينه على الهامه وبعدها يترك الاكل. احنا صار عندنا تشبع بالعراق، يعني احنا كعراقيين يمكن صار عندنا موضوع الاكل، اذا مو الاكل دسم، اذا مو نطلع ناكل بمطاعم، اذا مو نروح خطار والاكل دسم، ما نقدر، يعني العراقي ما يقدر يعيش بدون هذه التفاصيل. فتشوف يمكن اغلبيتهم اذا يسمع هذا الكلام ما راح تكون عنده قناعه كافيه انه يقعد يجلس على الارض ويخلي عينه يباوع على الهامه حتى يترك الاكل. يقول لك أنا شهيتي مفتوحة، شو أسوي؟ يعني هذا اللي نقوله، أنا دائما أركز وأقول يعني نحتاج إلى ثقافة عامة، ثقافة بالأكل، ثقافة بالشرب، ثقافة بالقعدة، ثقافة مع احترامي وتقديري. أنا أتكلم، إحنا مثل ما أكرر وأقول دائما إحنا ما نعمم، ولكن نسبة من الناس بحاجة إلى هذه الثقافة. نتكلم بكل صراحة، يعني أنا لاحظ مثلا بعض الناس من يأكل يجي يأكل بالخمسة، مو فقط بالعراق، حتى في بعض البلدان العربية. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل الذني بالثلاثة، ذني، شوف ذني، نعم. كان الأكل مجرد يعتمد على ثلاثة أصابع. يعني تتصور أنت مثلا قاعد ويا ناس تأكل بالثلاثة، احنا هسه على قد شف الإيد، يعني إيش قد المنظر يصير حلو قدامك، منظر جميل جدا. يعني حتى
يعني مقزز، انت لما تيجي وتاكل هيك في ايدك بشكل يعني يثير الاشمئزاز. اي اشمئزازي. هذه نقطه. النقطه الاخرى بانه اكو ناس حتى من تاكل تطلع صوت بالاكل، ليش؟ انه يفتح الفم مالته فيطلع صوت. هذا الصوت او اساسا يعني انت لما تفتح حلقك بالفم بالاكل اللي عطوه، اول شيء صحتك راح تتضرر. ليش؟ انه راح تسمح بدخول الهواء وما الى ذلك، فحتى يصير عندك غازات. هاي ناحيه. الناحيه الاخرى بانه يصير عندك صوت تاثر بيه على الاخر، تاثر بيه على الاخر. هذا الصوت يعني صوت مزعج جدا. صح. وانت تاكل وهذا يطقطق بالاكل مالته ويمطق وما ادري شنو. هذه كلها اكيد يعني هذه دكتور، هذه كلها مرتبطه بالثقافه، بوعي المجتمع. هذا اللي اقوله. نعم هذا اللي اقوله. زين، اكو جانب ثاني انا اريد اخذك الى اليوم. الجانب اللي هو عن يعني صديق والدي كان عنده هوس بالادويه، هذه نجي لموضوع الصحه البدنيه، العفو النفسيه، كان عنده هوس بالادويه، وهذا الموضوع طبعا اثر عليه بشكل مو طبيعي، بحيث انه هو كان يجي لوالدي لانه هو دائما يفكر انه هو مريض يريد ياخذ علاج، يريد ياخذ علاج، بحيث يقول له شنو عندك؟ دواء انطيني. اوف. فبالتالي هنا أنا والدي ايش كان يسوي؟ كان يسحب له بال يعني النيدل مي مقطر بس، ويضرب الابره ويقول له مثلا هسه انت شوف بعد نص ساعه المفعول مالك هذه الابره راح يشتغل. هي ما بيها اي شيء. دكتور يقول لك تالي كتلت. هو لا لا، هي فقط مي مقطر. فبالتالي هذا فعلا يكون ظهره واجعه، راسه واجعه، اي جهه بي نفسية. فبالتالي بعد ما يضربه هذه الابره او ينطي اي حبايه يقول له اي رحم الله والديك كان يصير الدين. هاي الحاله شلون تخلص منها؟ هذا احنا نسميه العلاج الوهمي اللي هو بلازيبو. يعني شنو؟ يعني اوهم الطرف الاخر، الطرف الاخر ما بيشي، هو يقول لك لا انا مريض. يعني واحد راح للدكتور، واحد راح للدكتور قال له انا مريض وجربت كل الادويه، الدكتور فحصها قام بالواجب ما لقى عنده شيء، ما لقى عنده شيء، وهذا المريض يصر بانه هو مريض. الدكتور قال له صح، انت لقيت العله مالتك، كلامك طبعا. الدكتور طبعا كان ذكي جدا، قال له صح مثل ما تقول، انت لقيت العله مالتك، وما راح اقول لك شنو العله، العله هي بسيطه، وانت محق كانوا كل خطانين، راح نعطيك حبوب تاخذها لمده اسبوع، هذا راح يختفي عندك المرض اللي انت تحس فيه. نعم. شنو الدكتور؟ انطاه حبوب مال سكر. تمام. فقط سكر. انطاه حبوب يعني صغيره. اي حبات من السكر. سكر فقط. فقط سكر. ورا اسبوع رجع له قال له الدكتور الان اوف شوف الحاله النفسيه. صح. اي لان احنا نسميه العلاج الوهمي. يعني اكو ناس مثلا، اكو ناس يقول لك يصر بانه انت مريض، فانت تجي تقول له اوكي تمام مريض بس راح نعطيك العلاج المناسب اللي انت. فنفس الحاله اللي مر بها هذا الرجل الكريم اللي تكلمتي عنه هلا، عنده نفس هذه المساله. يعني هذا طبعا يجي من التعب النفسي بطبيعه الحال. ذكرتي له موضوع مهم هلا، خلي اتطرق اليه. هذا الموضوع اللي جاي اتقمصه يوميا، وكثير من الحالات تجيني عبر التليفون. الموضوع كالاتي، اكو بعض الناس، يمكن حتى انا كتبتها في مواقع التواصل، اكو بعض الناس يعني عنده مثلا خوفه بسيطه، او بعض الناس عنده مثلا يعني تشوه بالصوره الذاتيه، او بعض الناس عنده مثلا عدم ثقه من النفس، يعني يخاف اجتماعيا مثلا، ما يقدر يلتقي بمجموعه ويواجههم ويتكلم وياهم. ليش؟ لانه يحس بنفسه بانه هو غير مؤهل. تمام. او بعض الناس مثلا يعني عنده فد رده فعل من شيء معين، لما يروح للطبيب نتكلم على الطبيب، وهذا الكلام موجه الى اطبائنا الكرام المحترمين عبر قناه الفضائيه قناه الرشيد. الكلام بانه هذا الرجل لما عنده هاي الخوف البسيطه ويجي الطبيب ينطيه منوم، يعني هاي الحالة راح تزود عنده، راح تزيد عنده هاي الحالة. صحيح. هاي الحالة ما راح تساعده. هذه الحالة اللي عنده خوف، واللي عنده مثلا عنده عدم ثقة في النفس، أو تشوه الصورة الذاتية، أو سوء بعلاقاته الاجتماعية. يعني أنا بس إذا أسأل الطبيب الكريم، يعني شنو اللي تنفعه أنت تعطي حباية منوم؟ تعطي منوم. وزين ونام وبعدين ما راح من يوم الثاني يوم عنده نفس الحالة. نفس الحالة. المسألة لا تحل بحبوب النوم. المسألة لا تحل بحبوب النوم. تحل عبر جلسات علاجيه. يعني حتى الاطباء في سويسرا
اليوم لما يجي لواحد يشوف حالته بانه اذا تستوجب يعمل له جلسات علاجيه تصل الى 45 دقيقه، الطبيب يعطيه من وقته مو 5 دقائق يكتب له راجيته منوم ويقول له روح. نعم. فهذا الكلام موجه ايضا الى البعض من الاطباء، يعني حتى لا يعمم كلام الى البعض، بانه خلي يراعون ذول المرضى ويشوفون احتياجاتهم يعني النفسيه. مصطفى عندك شيء تضيفه؟ لا لا تفضل دكتور. طيب المساله الاخرى اللي هي الصحه الاجتماعيه، يعني كيف انا اليوم تصير عندي علاقاتي بشكل صحيح مع المجتمع، يعني منهم الاصدقاء اللي اقدر اني اتواصل وياهم، منهم الاصدقاء اللي هم يقدرون يضيفوا لي شيء جديد في حياتي. انا مو روح مثلا تصير عندي اصدقاء مثلا قاضينها كلها سهر ولعب وتدخين وما الى ذلك من هذه المسائل. ابحث عن اصدقاء حقيقه اللي ينطوني وانطيهم تصير منفعه متبادله. يعني انطيهم اللي اعرفه، اخذ من عندهم اللي يعرفوه، نتباحث نتكلم. صح، وهذا جزء يعني هذا جزء كلش مهم، هذا جزء كلش مهم بالفتره الاخيره دكتور، لانه احنا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والاعمال وهي التفاصيل كلها صار الاصدقاء اقرب لنا حتى من اهلنا. فيعني هذه نقطه كلش مهمه انه احنا لازم نختار الصديق الصح. احنا دائما نقول جاور السعيد تسعد. مهمة جدا، يعني هي مو بس هاي، يعني لانه اليوم الاصدقاء يعني اكثر وقتنا نقضيه في العالم الخارجي، يعني خارج البيت مع اصدقائنا مع اقراننا وخصوصا الطلاب وما الى ذلك. يا اخي اختار الشخص اللي ينفعك وانت تنفعه، تكون الوقت جميل. روحوا العبوا رياضه مثلا، روحوا اقروا بدل ما تروح تقاضيها مثلا بالليل كله لعب ومدري شنو وهذا الالعاب على الكمبيوتر، حتى ما اعرف اساميها لانه ما تهمني، يعني خارج مجال الاقتصاد. طيب هذا جانب يعني هنا أنا دكتور الفرد والمجتمع لهم دور جدا كبير واساسي بتعزيز الصحه للانسان. المجتمع هو بصوره عامه، ولكن احنا اليوم احنا بحاجه الى ثقافه. اللي تنقصنا الثقافه يا مصطفى، انت صح حتى قلتها في بدايه البرنامج، يعني تنقصنا الثقافه. يعني تصور هذا الرجل اللي تكلمتي عليه حتى انت، هذا الكارثه، اللي ياكل يعني الكمامة، يعني صح مقرف جدا، وينطي صورة مقرفة وصورة سلبية وصورة همجية، يعني لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها. نعم، بكل التفاصيل. صح، بغض النظر أنت ما تريد تلتزم، وطبعا أنت لو هنا ما تقدر ما تلتزم، يعني أنت مثلا سويسرا على سبيل المثال وتصعد بالباص وما لابس كمامة، لا تجيك غرامة فوق $100، ما بيها مجال خلاص. تجيك الشرطه يفصلون بالشرطه اقرب نقطه ممكنه، يوقف الباص تصعد لك الشرطه تنزلك ويدفعوك 150 او 150 غرام. ما تقدر انت ما تبي تلتزم، روح ما تلتزم من نفسك. ليش تعمم على الاخرين؟ ليش اكو مثلا واحد حتى طلعوه في مواقع التواصل قاطع نص الشارع ويقول اذا تحب امام معين انزع الكمامه، واذا تحب يا اخي، يعني شنو هالتفكير هذا؟ يعني شنو دخل الدين؟ يعني الدين اي نعم الدين مساعد، الدين شيء اساسي، بس احنا اليوم نتكلم عن الصحه، نتكلم اليوم عن ادويه عن علاجات عن صحه. يعني اليوم مثلا واحد مريض يقول له روح زور امام معين حتى يفيد، هذا المسكين شو يسوي؟ هو عنده مرض بحاجه الى علاج صحي او نفسي، هذا شو يسوي؟ يروح يزور. طيب هذا لما يروح يزور ما تعافى، ما شافه هذا المسكين راح يقل ايمانه، هذا المسكين راح يقل ايمانه بالنبي ويقل ايمانه بالائمه ويقل ايمانه حتى برب العالمين سبحانه وتعالى. يقل ايمانه، لانه انت لما تقول لي روح حتى تشافى 100% تشافى، لما تروح الى امام معين امنت بالله. العامل النفسي والعامل الروحي مهم جدا، ولكن اول مره اخذ بالاسباب وبعدين روح سوي الجانب المساعد للاسباب اللي ينطيك. صحيح. طيب دكتور، يعني أمتنا ونقتدي بيهم، ولكن اول مره اخذ بالاسباب يا اخي، اخذ بالاسباب، عالج نفسك اول مره، اخذ العلاجات، سوي اللي عليك، وبعدين روح عد طقوسك اللي انت تحبه. نعم مصطفى. صح، انا اتمنى انه كل اللي يشاهدنا، احنا ارقامنا تظهر ياكم اسفل الشاشه، كل شخص يمكن اليوم عنده مشكله صحيه
يمكن ما لقى لها حل بالعلاجات من الأطباء، ممكن أنه بالفكر، ممكن بمشاعره، ممكن بالحالة الجسدية أو الغذاء بشكل غير صحيح، يتصل بي على أرقام الظاهرة لكم أسفل الشاشة، يوجه مشكلته أكيد للدكتور كريم الترابي حتى بالتالي نلقى له الحل المناسب، وأرقامنا ظهر وياكم في أسفل الشاشة. دكتور، إحنا اليوم يمكن عندنا فد حالة يمكن أني مار بيها أو هالة أو أي شخص، كثرة التفكير اللي عندنا من نفكر في موضوع معين يعرضنا للإصابة بصداع مخيف جدا. يعني إحنا العراقيين بسبب الظروف اللي مرينا بيها، بسبب الحالات اللي عشناها والضغوطات الكبيرة جدا، دائما عندنا تفكير إذا بالشغل، إذا بحياتنا اليومية، أو إذا بالروتين اللي عايشي، أو مشكلة معينة، فبالتالي يسبب لنا صداع جدا كبير. شلون نقدر نتجاوز هذه المرحله؟ شنو ممكن التمرين اللي توجهه لنا اللي حتى نبتعد عن هذا التفكير المستمر دائما اللي يسبب لنا صداع؟ علاج الافكار السلبيه طبعا اكو عده تمارين في علاج الافكار السلبيه. التمرين اللي انا دائما استخدمه بانه تبحث عن المعنى، يعني على سبيل المثال اجتك فكره سلبيه عن الخوف من الصعود في المصعد. نعم. طيب الخوف من الصعود من المصعد اكو عده يعني عده امور احنا نقدر نستخدمها، وخصوصا الان حصلت بالذات عن طريق التنويم المغناطيسي اللي يعني اجيده بشكل ممتاز جدا، يعني اقدر اقضي على هذه الحاله، او تجي انت تشوف تسال نفسك افكار سلبيه بانه انا خاف من المصعد. اوكي، اول شيء تطرحه ماذا يعني من شنو اخاف من المصعد؟ عرفت الجواب مباشره، من عرفت الجواب اطرح على نفسك السؤال التالي وبعدين طيب نعم لما جاوبت نفسك، جاوبت نفسك ارجع بعد الجواب اكتبه بعدين، استمر وبعدين 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 الى ان تشوف الموضوع بالنهايه تفسخت فسطخ. طيب بانه انت توصل الى درجه بانه من كثره البعدين كل ما تجاوب تقول بعدين تشوف انه يعني الموضوع يفقد قيمته، يعني تنفع فعاليته. نفس الشيء بالافكار السلبيه، لما تجيك فكره سلبيه في دماغك احد الطرق هذه، الطرق الاخرى بانه تقول بعدين وبعدين وبعدين الى ان يعني الفكره السلبيه تضعفها. النقطة الأخرى بأنه أنت لما تجيك فكرة سلبية نصدها، نصدها الفكرة السلبية، لأنه أنت من نصدها الفكرة السلبية صارت مقاومة، يعني صارت عندك يعني قديتها صارت عندك مقاومة. طيب فش راح تسوي؟ راح تجاوبها بالتفكير، يعني جتك فكرة قاومة تصديتها راح تفكر بيها، راح تفكر أنت بيها أكثر سوي. صح، أنت شو تسوي؟ طيب أجت فكرة. نعم بس خليك اوضح هاي. نعم. اجتك فكره بدل ما نصدها لا سوي لك حتى تروح الفكره، يعني لا تفكر بيها، يعني لا توقف عندها، كلش بسيط التمرين، يعني من تجيك فكره لا توقف عندها، يعني خليها تعدي تروح، روح فكر بشيء اخر، فكر بشيء اخر. صح، يعني على سبيل المثال فكرت مثلا في حيوان يخوفك، مباشره ما اجي افكر بالحيوان، اروح افكر بشيء اخر يعني يختلف عن هذا الحيوان ما اصدق، او هذا الحيوان اللي خاف من عنده عن طريق التخيل اضيف له شغلات يعني احبها، اضيف له قرون، اضيف له الوان، اضيف له اصوات، اضيف له شيء، العب بالصوره. هاي ايضا ممكن تساعد. طيب دكتور، ويانا اتصال، ويانا ام كروان من بغداد، واكيد عندها سؤال وحابه تستشيرك به. صباح الخير يا ام كروان. صباح النور، صباح الورد عليكم اجمعين، على كالب سنه الرجيم، رمضان كريم عليكم ان شاء الله وامين. امين يا رب العالمين عليكم على الجميع. ام كروان دكتور دي سمعت، شنو مشكلتك او استشاره حابه تطرحيها؟ والله انا حبيت بس اشارك مشكلتي انا، يعني من مثلا يقولون عن الاكل عن هاي اهل البيت، يعني حتى امام علي عليه السلام من ايش قال الانسان من يريد ياكل يخلي رجليه وين مثلا على بطنه، بحيث من ياكل ما حتى لا يشبع، ليش مع الاكل؟ بس مع الاسف احنا حتى هاي التطبيقات مال اهل البيت قاموا ما يطبقوا، مجرد بس كلام. صحيح. انا على مزايا قلت. صح كلامك. مع احتراماتي لكم يعني ماخذين من الحياه هيك هيك هيك. ما تمسح البشر يضحك عليك، مثلا مرات انا امسح بشر
وضع يعني اجنبي يحكي على واحد مثلا يضحك علي او يجي يهزز بايده بلاش تحكي هاي صح عقليتها وين بس هم ناس ما يعرفون صح احتراماتي لكم واحترامات الناس الخيرين كلام صحيح احنا وصلنا اليوم يمكن لمرحله اي شخص يمكن حابه تقدمي له نصيحه يتجاهل هاي النصيحه او صح. يستصغر بالشخص اللي قدم له هذه النصيحه اي والله يعني انا يعني وحده من الناس يعني جر يعني قمت حقق وجد بعد انا ما اتدخل ما دامك زين اي نصيحه دا انصحك لله ما دام اقول لك سوي فلان شي خطا او اقول لك سوي مو زين فعلا كلامك ام كاروان واحنا جدا شاكرين مداخلتك ونتمنى لك يا رب ان شاء الله عيد فطر مبارك ويانا ام حوراء من البصره صباح الخير صباح النور والعافية ورمضان كريم عليك شكرك رباك إن شاء الله تحياتي للدكتور وعلى نصايحه الحلوة منورين الشاشة والله منورين الشاشة شكراً إليك الله يسلمك هذا نوركم الله يخليك أم حوراء شنو حابة؟ أنا حاسة نفسية تعبانة يعني إحنا العراق أهل الخير وأهل الرحمة ما أقدر أصف وما يقدر يعيش يعني شلون أنا حالة نفسية والله والله ذاك اليوم قلت أسمه بروح وأخلص طيب أم حوراء أكيد عد جهاز أعطيني مجال خلي أسمع منك شنو سبب مشكلتك وحالتك النفسية والدكتور دي يسمعك وشرحينا تفاصيل حالتك النفسية حالة النفسية إحنا خالت من كلش تعبانة يعني إذا أقف اليوتيوب ويقول له ماما الجهاز كلهم مشترونهم وانتم ليش جبتونا يعني ذا الطفل يحاتيني يقول لي ليش جبتينا يعني شو تحاتيني هسه حاله صح يعني الاراقب الخير هسه فارشين كوارتين قاعدين عليها يعني من يوم مش كوارتين اليوم ام حوراء انت كم طفل عندك؟ عندي سته وزوجك موجود؟ زوجة رجال كبير يعني حالتنا والله كلش تعبانة يعني زوجك رجل كبير بالعمر وعدة ست أطفال وحالتكم جدا تعبانة وخالها كراتين وقاعدين عليها والعيشة جدا صعبة وما تقدرون توفرون لهم تفضلي يعني احنا العراق احنا أهل خير يعني والله والله عظيمة عظيمة دموع نصب ماكو راحة ماكو عيشة شو نسوي نحن والله يمكن يا أم حوراء أنت واحدة من المليارات اللي عندنا بالعراق بهذه الحالة يعني وفعلا يعني الحالة النفسية اللي دا يمر بها المواطن العراقي بسبب الحكومات المتعاقبة اللي عندنا اللي لا تحل ولا تربط بتنتحر والله بتنتحر لا استغفري ربك استغفري ربك هذه نفسك تحاسبك يوم القيامة أم حوراء طبعاً. وانتي وراك اطفال ما يصير هذا التفكير وما تضيق الا تفرج اكيد وان شاء الله اليوم يعني الناس الطيبه تسمع هذه المناشده مالتك واكيد راح تكونين ويانا بالكنترول حتى ياخذون كل التفاصيل الخاصه فعلا مثل ما قالت لك هاله انت ابقي ويانا على الخط حتى الكنترول ياخذون رقم تليفونك واكيد احنا والناس الخيره ما راح نقصر وياك اكيد ام حوراء كل الحب والاحترام الاتشوال لعائلتك الكريمة دكتور كريم يمكن هذا خير دليل اللي احنا نعيشه اليوم وقلت لك قبل شوية الضغوط النفسية اللي احنا نعيشها الحالات المأساوية اللي يعيشها المواطن العراقي اللي انفرضت عليه بسبب ناس هم اللي فرضوا على المواطن العراقي الشقاء والتعب والذل مع الأسف يعني احنا اليوم المواطن العراقي دا يمر بأقصى الظروف اللي ما يقدر يوفر بها قوته اليومي وعيشته وهي يمكن قالت نقطة يمكن هي أثرت بي وبهالة وأنا شفت التأثير كان واضح جدا عليك وهالة ذكرت وقالت قالت أعتقد الدمعة صارت بطرف عينه من ذكرت وقالت أنه يجي ابني يقول لي ماما ليش خلفتونه وما تقدرون تعيشونه يعني واحد شي يضيف يعني الله 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 يساعد الجميع فعلا يعني مشكله والشكوى لله اكيد ووضعهم جدا صعب وزوجها كبير بالعمر يعني واحد شريد يقول يعني اذا هي مثلا عندها مشكله تعاني مثلا اولادها يعانون اي نعم انا اقدر اساعدها نفسيا اي نعم انا اقدر بس الواقع اللي هم يعيشوه اصعب من اي مشكله نفسيه
صعب يعني، يعني من اصحاب الغيره اصحاب الشرف انه حقيقه يعني يقومون بواجبهم ويخلون عينهم على ذول الناس يعني. يعني احنا نتمنى بس اريد اقول هاي الكلمه. تفضل تفضل. يعني احنا كل واحد يسمع هذا الصوت يعني نتوسم بيك الغيره والشرف، انت ما عندك غيره وشرف على امك وعلى اختك وعلى بنت عمنا. فانا متاكد وكل واحد كل طبيبي متاكد بانه اكيد عندك غيره على 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 بنت بلدك وعلى هاي الناس. صدقني صدقني دكتور دكتور انا مسؤول عن كلامي. اليوم الاشخاص بدنا نوجه لهم احنا الرسائل للجهات المعنيه وبدنا نقول اللي عنده غيره واللي عنده غيره. لو عندهم غيره احنا ما نوصل للي وصلنا هذا اليوم. لو عندهم ذره كرم كرامه وذره شرف صدقني لا المراه العراقيه يصير اللي صار بها، ولا الشاب العراقي، ولا الرجل المسن يعني بكل الفئات العمريه، ولا كان خسرنا ارواح. يعني انا اليوم والناس هوايه متندمين خسرنا ارواح على ناس ما تسوى وما تستاهل نباع بوجهها، ولا ناس تسوى وتستاهل نذكر اسمها، ناس ما تسوى ولا تستاهل تكون بمناصب بالعراق اللي هو يشرفهم وتاج على راسهم. يعني اليوم احنا عندنا عوائل مشرده، عندنا اطفال بالشوارع، عندنا ناس فقدت شغلها، عندنا ناس حتى فقدت اطرافها، عندنا ناس مرت بامراض خبيثه بسبب شغلهم وما حد اهتم لهم ولا صرفوا لهم تقاعد ولا اهتموا بواقعهم العراقي. يعني ام حوراء يمكن واحده من الالاف اللي عندنا بمحافظات عراقنا الحبيب. السبب الحاله النفسيه اللي يعيشها المواطن العراقي اللي يتاثر على صحته وعلى امورنا الحياتيه بصوره عامه. بس حتى اقول السيده ام حوراء انتقل الى نقطه اخرى. السيده ام حوراء يعني التفكير بالانتحار طبعا حرام وليس هو الحل. يعني احنا ما نجي نهرب من نواجه المشكلة. أولاد الرحم وأولاد الغيرة والشرف هواية موجودين، فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى أنت وغيرك وغيرك إن شاء الله نتكاتف كل إحنا ونقدر حقيقة يعني نساعد بعضنا للخروج من هذه الأزمات. أكيد بس إحنا راح ننتقل لمحور أكيد ثاني دكتور، بس أنا دائما أرجع وأكد على نصيحة أنت قدمتها للمشاهدين والناس اللي يتابعونه أنه لازم الإنجاب وعدد الأولاد يكون محدود على حسب العائلة وعلى حسب إمكانيتها. هاي نقطة دائما أنت تذكرها وهاي نقطة مهمة. اليوم اللي يشاهدونه واللي هم حالتهم مثلا خلينا نقول متوسطة أو يعني حالتهم المادية أنه ما يقدرون انهم يوفرون هذا الموضوع، فهنا جانب الانجاب القليل هم مهم جدا انت دائما تاكد عليه. طبعا يعني هذا الموضوع مهم جدا بانه اوكي يعني هي ليست الكثره بالكثره وانما بالنوعيه. يعني انا دائما اكرر واقول طبعا يعني اذا يكون عندك طفل واحد بشكل جيد وتربيه تربيه ممتازه ويحقق مستقبل مرموق افضل من 10 بانه يروحون كل واحد مثلا قد يكون في الشوارع وما الى ذلك. اكو نقطه مهمه جدا حبيت اضيفها بانه عن الوزن المثالي. كثير من يعني ناس تتصل بي تقول لي ما هو الوزن المثالي؟ راح اعطيكم طريقه جدا مهمه عن طريق حساب الوزن المثالي. هذا طبعا هاي الطريقه كلش مهمه مصطفى. نعم. كيف تقيس وزنك؟ انت خلينا نقول مثلا مش قد وزنك مثلا على سبيل المثال وزنك مش قد وزنك 86 وزنك 86 ايش قد طولك مصطفى 174 هسه راح نعطيك شو تسوي. عندك 174 اول شيء تسويه تضيف فاصله نقطة يعني فاصلة بعد الواحد. تصير عندك 1.74 نعم. تصير عندك 1.74 فارس عندك 1.74 تضربها في 1.74 مرة. نعم. يعني طولك 174 ضفت فاصلة 1.74 تيجي تضرب 1.74 في نفسها في 1.74 نعم. في 1.74 صار عندك 3 يعني 3.0 خلينا نقول 3. من صار عندك 3 راح تيجي تقسم وزنك 86
3.02 × 7 تيجي تقسم 86 تقسيم 3.0276 عندك الكتلة مالتك الوزن 28.40 واللي هو تو ماتش. دكتور مو انت دكتور مو انت لا تنسى فد نقطة. أنا لأنه أتمرن حديد. أنا لأنه أتمرن. فأني على أساس هذا الوزن اللي تقوله أنت يعني والتقسيم صحيح، إحنا نسويها بالقاعة ويتوزع وجباتنا بالوزن على أساس وزننا والطول. نعم. فاللي اريد اقوله بانه يعني حتى يعني يكون تناسق بالجسم مصطفى فلازم بشويه ال 28 طبعا اكو حدود مشاهدينا الكرام اكو حدود عندنا الحد الفاصل هو من 25 الى 18 صح يعني من 18 الى 25 هذا الحد الفاصل هذا يسمونه الصحه المثاليه الصحه المثاليه جوا ال 18 لا انت ضعيف يعني عندك ضعف فوق ال 25 فوق ال 25 لا فوق ال 25 انت عندك نوع سمنه اذا توصل ل 30 فانت بدين اذا تعبر فوق ال 30 انت بدين جدا اذا توصل 40 الكتله لا انت في حاله خطر في حاله خطر بحاجه الى حقيقه انه تراجع برامجك الغذائيه وتدير بالك على نفسك ليش؟ لانه حقيقة التبعات يعني توصل فوق ال 40 للكتلة خلينا نقول لا يعني رقم ضخم جدا احنا نتكلم على رقم ما بين 18 الى 25 نعم. اللي هو يعني الرقم المثالي للصحة المثالية نعم طيب هذا عندي شيء طبعا لا بس انت تعرف دائما احنا نستمتع جدا بالحديث معك وبالفقرات والمواضيع اللي دائما نطرحها ونناقشها اكيد وياك واكيد نشارك بها المشاهدين. انا حابه منك كلمه اخيره او نصيحه بخصوص موضوعنا تقدمها لكل الناس اللي تتابعنا. طيب اريد اقول بانه خلينا ندير بالنا على صحتنا وعافيتنا. يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من الله العفو والعافية. طيب احنا في دعانا نسألك العفو والعافية. فدير بالك على صحتك، دير بالك على أكلك. يعني خلي يكون الأكل أكل صحي، يعني قلل من الزيوت. قلل من الزيوت بالطبخ، يعني خصوصا أمهاتنا وأخواتنا من يجون يطبخون قللوا شوية من الزيوت بالطبخ لأنه كل هذه الزيوت الضرب الجسم والضرب أوعية الجسم وما إلى ذلك. الحالة النفسية ابتعد عن الأمور اللي تزعجك نفسيا، شوف الأمور اللي تحبها، شوف الأمور اللي تطورك، الأمور الجميلة الإيجابية، علاقاتك الاجتماعية أيضا خلقون علاقاتك الاجتماعية علاقات متوازنة، علاقات جميلة، علاقات مبنية على الود وعلى الاحترام، لأنه كلها موجودة في ديننا الحنيف وكلها نقدر نسويها لأنه تحت سيطرتنا. وكل ما سيطرنا على أفكارنا سيطرنا على حياتنا، لأنه أفكارنا راح تخلق الواقع اللي تريده. وسعادتك سعادتك لا تعتمد على العالم الخارجي وإنما تعتمد على عالمك الداخلي. السعادة تنبع من عندك اللي أنت تقدر تنطيها للعالم، وهكذا نقدر نعيش كل إحنا في سعادة إن شاء الله. و خير الناس من نفع الناس. أكيد من نفع الناس أكيد. طبعا شكرا لك دكتور كريم الترابي بكل الحب والاحترام لك، وشاكرين هذا الوقت اللي أعطيتنا إياه وسعة صدرك الإجابة على الأسئلة وتوضيح هذه المشاكل اللي نعاني منها اليوم بأمور الصحة، إذا كانت الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو الغذائية. شكرا لك، ونتواصل وياك أكيد دائما وأبدا من خلال برنامج يوم جديد. شكرا لكم. شكرا لك. إذن مشاهدين الكرام، من بعد هذا المحور اللي كان عن الصحة الغذائية للإنسان والجسدية وحتى النفسية، خلونا ننتقل وياكم لفاصل وبعدها نتواصل وياكم.